السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم. اليوم سوف نتعرف على الدرس الثالث في الوحدة الأولى من منهاج الصف العاشر بعنوان التآلف الكبير والصغير. في البداية نستمع إلى الفيديو الأول ونقارن ونشوف إيه الفرق بينه وبين الفيديو الثاني. نستمع للفيديو الثاني ونشوف الفرق. ممتاز، ايوه ممتاز جدا. طبعا موجود عندكم التقييم في الحصة، نقدر ان احنا نكتب الملاحظة اللي احنا لاحظناها بين الفيديوهين. جميل، زميلنا قال هنا ان اللحن الاول احنا سمعناه آلة موسيقية واحدة فقط، وبالتالي اطلق عليه لحن بدون مصاحبة. اما اللحن الثاني كان معاه آلة تانية اللي هي آلة البيانو، وبالتالي كان معاه مصاحبة، وهذا المصاحبة بتكون مسماها مصاحبة هرمونية، والهرموني هو التوافق والتجانس. يبقى هو كلمة هرموني هي التوافق والتجانس. طيب ايه علاقة التجانس والتوافق دوت بالنسبة لنا احنا في الموسيقى؟ احنا طبعا ممكن التوافق والتجانس ده يكون في جميع الأشياء، ممكن في الألوان، ممكن في أي شيء، لكن إحنا بالنسبة لنا هنا كموسيقى إحنا عندنا التوافق، والهارموني هو علم توافق وتجانس النغمات مع بعضها البعض. هنبدأ نتعرف على التآلف، وهو مجموعة من النغمات عند سماعها في آن واحد. يعني إيه الكلام ده؟ أنا شايف هنا قدامي النغمات موجودة في آن واحد، فبالتالي ده بيكون اسمه التآلف. يعطي إحساس التوافق والتجانس، وهو يطلق عليه الهارموني. يبقى الهارموني هو عبارة عن توافق وتجانس النغمات مع بعضها البعض، والتآلف هو مجموعة من النغمات تسمع في آن واحد. هنستمع مع بعض ونلاحظ التوافق والتجانس بين النغمات. حد يقدر يقول لي التألفات اللي احنا سمعناها دي هل هي كلها نفس بعض؟ لا طبعا، اكيد في اختلاف. ممتاز، حلو. اذا انا هنا زميلنا قال ان انا سمعت النغمات متتالية، دي ملاحظة جميلة. الملاحظة الثانية هي ان انا سامع ان في تآلف قوي، سامع ان في تآلف لين، فبالتالي في هنا اختلافات. طيب هل معنى الكلام ده ان في عندي الانواع؟ ايوه عندي انواع. ايه هي الانواع اللي عندي؟ عندي تآلف بيكون ميلودي، وعندي تآلف بيكون هارموني. يبقى الهارموني هو زي ما احنا قلنا علم التآلف النغمات وتوافقها وتجانسها. من الممكن ان النغمات دي تكون نغمتين، ممكن تكون ثلاثة، ممكن تكون اربعة. طيب ايه الفرق بين التآلف الميلودي وبين التآلف الهارموني؟ هنجد ان التآلف الميلودي بنغماته تكون متتالية، اما التآلف الهارموني فبيكون في آن واحد. طيب في عندي حاجة اسمها المسافات اللحنية. ايه هي المسافات اللحنية؟ بين كل نغمة والاخرى في عندي مسافة. شايفين المسافة عاملة ازاي؟ إذن المسافات اللحنية اللي بين النغمات عندي هنا نغمة دو ونغمة ري بينهم صابع أسود، هنجد إن دي بتسميها مسافة تانية، اللي هي بيكون بينها بعد ويرمز دي بالرمز القوس، وبين الري والمي برضو بعد فقوس، وبين المي والفا لا يوجد صابع أسود، فبالتالي بقت نص مسافة، وبيرمز دي
اللي هو 7. كم الفا والصول برضو طابع اسود فبيكون بعد وقوس. الصول نفس الحكاية لله طابع اسود فبيكون عندي 1. ومن الله للسي نفس الحكاية، والسي والدو نفس المي والفا. يبقى دي الابعاد المسافات هنستفاد بيها في ايه، هنشوف مع بعض. المسافات اللحنية ديت لها ارقام، يعني لما نقول مثلا من الدو للري دي مسافة تانية، ومن الدو للمي مسافة تالتة، ومن الدو للفا مسافة رابعة. يبقى معنى كده ايه، ان انا ممكن ان انا اقول من الري للمي مسافة تانية، ممكن اقول من الفا للصول مسافة تانية، ممكن اقول من الفا للله مسافة تالتة. يبقى هي المسافات اللحنية بتتعد من اول نغمة لغاية اخر نغمة. طيب نشوف المسافات دي، عندي منها كبير وعندي منها صغير وزائد وناقص، لكل مسافة منهم مكون. تعالوا ما نشوف التكوين. عندي هنا طبعا علشان اقدر ان انا احسب المسافة بين كل نغمة والتانية يبقى لازم ارجع للمسافات اللحنية. احنا قلنا هنا هو ان البعد الكامل بين الدو والري، فبالتالي هنا دي مسافة تانية، يبقى هتساوي كام؟ هتساوي 1. المسافة التانية الصغيرة تنقص عنها بنص. طيب لو جينا نحسب المسافة التالتة هنلاقي انها مكونة من 3 نغمات، يبقى مكونة من بعدين، اذا عندي التالتة الكبيرة تساوي 2 تون. طيب المسافة التالتة الصغيرة تنقص عنها بنص. هنا الرابعة هنا هنسميها رابعة تامة، مساحتها بتكون 2.5. عندي هنا الخمسة بتكون 5 تامة، فبتكون 3.5. يعني احنا بنحسب عدد المسافات على حسب التكوين من كذا لكذا. يعني لو افترضنا قلت عدد المسافة التانية من الفا لله، من التالتة من الفا لله، يبقى انا عندي هنا 1 و1 يبقى 2، يبقى مسافة التالتة هنا تالتة كبيرة. طب لو انا عايز اعمل مسافة من المي للصول يبقى مي فا صول، هنجد هنا ان مسافة المي والفا نص، وهنا مسافة الفا والصول 1، فبالتالي 1.5، فهتبقى اسمها مسافة تالتة صغيرة. جميل. يبقى هنا مثال لتالتة، عندي مثلا الدو للمي بينهم بعدين 2 بعد، وعندي هنا 2 صابع اسود، فبتطلق على المسافة مسافة تالتة كبيرة لانها تساوي 2 بعد من الدو للمي. طب لو انا عايز انقص المسافة هستخدم علامة البيمول اللي هو دو مي بيمول، هيبقى نقص المسافة نص بعد، يبقى هتصبح 1.5 بعد. هتفيدني في ايه المسافات التالتة الكبيرة والصغيرة في تكوين التآلف الكبير؟ التآلف الكبير هو يتكون من 3 نغمات درجة اولى وتالتة الدرجة وخمسة الدرجة. يبقى انا بقول 1 2 3 4 5، باخد النغمة الاولى اترك التانية، اخد التالتة اترك الرابعة واخد الخمسة. بيدي احساس بايه؟ بيدي احساس بالقوة، وبيكون مكون من 3 نغمات، بين النغمة الأولى وبين تالتة التآلف تالتة كبيرة اللي هو 2 بعد، وبين التالتة والخمسة للتآلف بتكون تالتة صغيرة. إذا التآلف الكبير يتكون من تالتة كبيرة زائد تالتة صغيرة. عندي هنا مثال في سلم فال كبير، هنجد إن أنا عندي هنا تآلف فال كبير الهارموني اللي هو في آن واحد، وعندي تآلف الفال كبير الميلودي اللي هو المتتالي. وهنا طبعا واضح قدامنا ان دي الدرجة الاولى للتآلف، ودي الدرجة الثالثة للتآلف، ودي الدرجة الخامسة للتآلف. اذا اول درجة لو على هي بتكون مسافة، يبقى مسافة مسافة مسافة، ولو على خط هتبقى خط خط خط. لو شفنا التآلف متتالي يبقى ده ميلودي، لو شفناه في عين واحد يبقى هارموني. طب تعالوا نتعرف على التآلف الكبير بالسمع، ميلودي وهارموني، عشان نقدر نميزه، لان ده هيكون في تقييم بعدين في التمييز السمعي. احنا كده استمعنا للتآلف ميلودي وهارموني، نقدر نميز باحساس القوة فيه ونفرقه عن التآلف الصغير. ايوه التآلف الصغير هنا احساسه بالرقة واللين، هيتكون برضو من أولى وثالثة وخمسة، ولكن
هيبدأ هنا طبعا اختلاف الدرجة اللي هي بتكون ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثالثة، في البعد بينهم بيكون ثالثة صغيرة، والثالثة الكبيرة بتكون بين اللي هو الدرجة الثالثة والخامسة. إذا التآلف الكبير بيبدأ بثالثة كبيرة ثالثة صغيرة، أما التآلف الصغير بيبدأ بثالثة صغيرة ثم ثالثة كبيرة. بدأ عندي هنا كمثال لنغمة ري، طلعنا منها ثالثة بقت فا، وطلعنا منها ثالثة بقت لا. إذا أنا عندي هنا ثالثة صغيرة زائد ثالثة كبيرة، برضو نفس الحكاية. التآلف الصغير ممكن يعزف هارموني وممكن يعزف ميلودي، واحنا قدرنا خلاص بقينا شطار نعرف نفرق بين التآلف الصغير والتآلف الكبير عن طريق السمع، ان الكبير بيكون قوي والصغير بيكون فيه رقة ولين، وقدرنا نميز دلوقتي بين التآلف اللي هو الميلودي والهارموني. تعالوا مع بعض نشوف التآلف الصغير هيكون صوته عامل ازاي. طبعا التمييز اللي بين الصغير والكبير هو اللي هو المسافة الأولى دي بتكون مختلفة، وأنا هعمل فيديو برضو تاني مختلف يعني يكون يعني خاص بالتمييز أو التفريق ما بين التآلف الكبير والصغير، يعني برأيي إن ده درس عام، لكن أنا بعدين هعمل فيديو خاص بالتآلفات علشان يعني يكون باستفاضة أكتر وما نطولش عليكم الفيديو. هنا طبعا انا حابب ان انا اوضح لك الفرق بصوره بسيطه كده على عجاله، ان انا اميز بين التالف الكبير والصغير عن طريق الهارموني، سمع عن طريق الهارموني. استمع كده ونشوف. كده احنا فهمنا الفرق بين الاثنين، التآلف الكبير الهارموني والتآلف الكبير الصغير هارموني. برضو احنا الكلام ده هيكون باستفاضة اكتر في الفيديو اللي انا لسه قايل لكم عليه. تعالوا نشوف بعد كده احنا عايزين نفرق ما بين نعرف التآلف ده هل هو كبير ولا تآلف صغير، وهل التآلف ده بيكون بصورة هارمونية ولا بصورة ميلودية. فاحنا هنسمعكم التآلفات وانتم تجاوبون عليها في النموذج اللي انا عامله لكم في المنصة. بعد ما استمعنا للتآلف الكبير والتآلف الصغير وقدرتوا ان انتم تحلوا التقويم الخاص بالاستماع، تعالوا مع بعض نعرف التآلف الكبير والتآلف الصغير في تقويم بسيط جدا. يلا كلنا نكتب في التعليقات ايه هو التآلف الكبير زي ما درسنا وايه هو التآلف الصغير. جميل جدا، ممتاز، حلو. التآلف الكبير ايوه هو عبارة عن ثلاث نغمات، الدرجة الاولى والثالثة والخامسة من اي سلم كبير، وعند سماعه يعطي احساس بالقوة ويتكون من ثالثة كبيرة زائد ثالثة صغيرة. جميل. التآلف الصغير هو ثلاث نغمات تكون من الدرجة الأولى والثالثة والخامسة من أي سلم صغير، وعند سماعه يعطي بإحساس الرقة واللين، ويتكون من ثالثة صغيرة زائد ثالثة كبيرة. ممتاز. طيب عايزين ندون تآلف كبير بصورة هارمونية، نعرف نعمله؟ جميل جدا، صح، تمام، حلو. يبقى التآلف الهارموني هو يكون في آن واحد مثل ما احنا شايفين في الصورة. نتمنى يكون الدرس عجبكم، وشكرا لحسن الاستماع والمشاهدة، ونتمنى منكم دعمكم بالاشتراك، وخالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.